والسنة والسنة ذكر ودعاء ذكر ودعاء ذكر خواي بكي لو خواي بارو دعاء نجي سرا سرا بدزي عقبها عقبها أي السلعة ولو منفرد لو مأموم أي يسن الإصرار بهما لمنفرد ومأموم وإمام إمامش بل لم يرد تعليم الحاضرين أجل إمامك عزيلي نبي عالمك في البكاء أجل عزيلي في البكاء بابا دنبر سبحان الله وعلم في البكاء ولا تأمينهم لدعائه بسماعه مقصود شي ونبوة شي أو دعاء عندك عالم بري آمين أجل هل أخو دعائي دكت بابا هدي بكاء أجل دعائي واي دكت عزيلي أبو آنش برين آمين بابا دعائي بدنبر بكاء وإمام كنجي إمام سرًا لك بدو شرطان يجي أول لم يريد تعليم الحاضرين عزيلي نبي حاضر كان في البكاء ولا تأمينهم لدعائه بسماعه عزيشي لنبي كأوان آمين برين دك دعائه ويهنج بابا هيدي بري بل هم أقر عزيلي بو أوان في البكاء يان عزيلي بو آمين بري ودعائه بكاء وانش آمين برين هنج بابا دنبش برز بري سدعائك وتذكرك باشا وورد فيه ما أحاديث كثيرة زور زور حديثي للسلام ذكرت جملة منها في كتابي إرشاد العباد فاطلبه إرشاد العباد هي كتابة كوشي دولة ناسين وانا والسعيبة أو كتابة دري لمن دري مجموعيك مقوتي لخد لمن دري بروني فإنه مهم زور زور مهم وروى الترمذي وروى الترمذي وروى الترمذي دري من جملة ما ورد في الدعاء ما رواه الحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض وروي عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة وروى ابن مازة عن أبي هريرة من لم يسأل الله يغلب عليه ومن جملة ما ورد في الذكر قوله عليه الصلاة والسلام من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. أو دعاء زبد كفى يعني زورني. وروى الترمذي عن أبي أمامة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع أي أقرب إلى الإجابة سدعاك زيادة الخواهي قول قبور دكا قال زوف الليل نوشوان ودبر الصلوات المكتوبات فاش نيشا دعاء لحمكات شيء مقبول ترى. وروى الشيخاني عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على وادي أجر أوها بفيان بعد سوار ورغبة وشيب كندشي داتشو باي ليش باين كندشي عن بستشي ولا خوش نروى أما إذا بقول لا إله إلا الله الله أكبر هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا دم كردا حرا حرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمي يا أيها الناس أي خرشنا أو قارا قارا لوسيا يربعوا على أنفسكم عقاب الخوبي هدي بنا وهدي يربعوا يعني عشار بنا وبرك هادئ بنا هادئ بنا هدوء هدوء على أنفسكم إنكم أنقوم لا تدعون أصما ولا غائبا نعوذ بالله خوخوا كرنيا غائبنيا إنكم حكيم سميع إنه حكيم سميع قريب خواهي تعالى همي أقال لقون نزكا اعتز به البيهقي وغيره للإسرار بذكر والدعاء إمام بيهقي فرموي أو حديث الدليل للسرعوي خلق دعاء وذكر هديبك. وقال الشافعي في الأمي أختار للإمام والمأموم أن يذكر الله تعالى بعد السلام من الصلاة وأن به باشا إمام ومأموم لفاش ميشان ذكر خواهي تعالى بكن من فاش ميشان ويخفياء الذكرى ويخفياء الذكرى ذكر كيف تزيبك بهدي إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه إلا أجر إمام بعزيلي بمأموم كان فير بن فير تصبيحات بن فيزهر بعد أن جخو برز بكا حتى يرى أنه قد تعلم منه حتى تزاني هو فير ليه وشجار شدري سبحان الله على ما كفير دمي فينا عسي وشجار بري سبحان الله سبحان الله سبحان الله ونينا وابري عندي بري تعالى ما كفير دمي
ثم يسر أو زهيد إبري، فإن الله تعالى يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني قيم مري وهديش مري وزيك سيكبري وبحسي صلاتك وبحسي دعائنية دري يعني والله أعلم الدعاء هذه الصلاة اللي ربما معنى الدعاء، ولا تجهر حتى تسمع غيرك ولا تجهر حتى تسمع غيرك، عند بقوة مري ولا تخافت حتى لا تسمع نفسك، انتهى. يا الله نزلت ورسول الله قال ابن عباس رضي الله عنه المراد بالصلاة القراءة فيها، وقال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن دنجخوا برزك، فإذا سمع المشركون سب القرآن كافر كان زوني عندنا، ومن أنزل ومن زعى به، فقال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن عند دنجق برزمك كافر جيل يبيزون بقرآن بدا، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم فلا تسمعهم وعند هيدج مبه وبأصحابك عن جان للنبي وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني مناسب مناسب متوسط بها. قال شيخنا أما المبالغة في الزهر بهما في المسجد أديك ذكر دعائك عن بقي بري عن بقي بري بحيث يحصل تشويش على مصل أو إن وجد كان زين يجخ كودك فينبغي حرمتها يستعوى برين الحرام ما دونج علم تجد يسن سنة افتتاح الدعاء بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إيش عمود دعائك بر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أزل خد دعائك وشيل خوبيه والخطو بهما بر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله أجمعين أوها الحمد لله والصلاة والسلام لسرتاي كل دعائك لكوتاي كل دعائك وبآمين آخر جبر آمين آمين يا رب العالمين وتأمين مأموم مأموم جبر آمين سمع دعاء الإمام أجر جيليبو إمام دعائك قد هذار إمام دعائك بري آمين وإن عبز ذلك بعت دعائك وش إمامي لبرش سقيدك والرفع يدي الطاهرتين عذر من كبيه وباش وش دعائك إذا استخد حتى إيران بردك أمان ده عذر من كبيه إيه ومسح الوجه بهما بعده أو هذا استخد بس أخذ عبين له بركته واستقبال القبلة على الذكر والدعاء إن كان منفردا أو مأموما أقا منفرد بو يان مأموم بوي روح وجل قبلي بك لحال دعائي هذا إمام. أما الإمام إمام إذا ترك القيام من مصلاه أقا الذي يخو هر نستع الذي هو أفضل واباش الذي يخو هر بستي زيخو بغوستوا أقا زيخو إنا غوستوا فالأفضل واباش زعل يمينه إلى المأمومين أو لا يدى مأموما بك أو ويساره إلى القبلة أو لا جدة القبلة وكما هم زاري خوار دادان الشيء قال شيخنا شيخنا عزر فرميتي ولو في الدعاء حتى لحين الدعاء يجب بها إمام هر أو هابس وكي الدعاء أخوي بر وقبلية بران أول هو قيدنا كوي إمامي مصري إمامي زدان إمام هستي تنباشتر زيخو بغوستو زيخو بغوستو باشترا أقل زيخو إنو غوستو أو هابا خوار دادان الشيء وإنصرافه لا ينافي ندب الذكر عقبها اجزاء ما قوتمان دميدين قوتمان هل دون ويجا ذكر خواهي بكي ونبو تازه قوتمان زيخو بغوزيو ايوجد زيخو بغوزيو كاعتو ذكرت كدتو اوالي هرستاي ودري وانصرافه كزيخو بغوزيو لا ينافي ندب الذكر عقبها منافي اوينية كاعتو عقبها لفاش ونويجا قوتمان ذكر خواهي بكا منافي نية لو شوف شيء أو زي شيء لو ذكر خايف كأي لأنه يأتي به في محله الذي ينصرف إليه وما دري إلا زي خو هستي مقصد من هني بروا بسي موبايل إلى دا لحوشي ليه أنا هست حرو إيره بروك شيء زي خو بجوزوا شو يشين دري لو ذكر خايف ولا فوت بفعل الراتبة أقص سنة تذكر ذكر دعاء أو دعاء نافوتة أقف راتبة كتبش راتبة ذكر دعاء كتسقيها وإنما الفائت به
كماله كماله كمال كيدر وا باشا اول ذكر اخوي بكا او زل تسبيحات بكا لا غيره. وقضية كلامهم وهذا بين قصي علماء شريعة وإنما الفائت به كماله إيه هذه بابا أقرأت بتكت كمال كدر ولا غيره وتسيد كنار كمال يدر يعني وقاقر سلام دلاء ورأسل سوى سنة تذكر التصبيحات كي أوباش نية كمال كمال نية أوباش هو شيء معهم زاري سلام دلاء التصبيحات دكي أوزا سنة تذكي وقضية كلامهم قصي علماء الشريعة وهذا قيني حصول ثواب الذكر وقضية كلامهم حصول الثواب الذكري وإن زهل معناه أقا معناه كي نشزاني 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 ذكر إخوائه حصول الثواب الذكري وإن زهل معناه ونزل فيه الأسنوي إمام الأسنوي فرمويتي هو كده بيشتك شتو نزاني معناه يصير خير يصير بقاتي ونزل فيه الأسنوي أسنوي قوتي تنابي ونظر فيه الأسنوي هل في أصول ثائمة على الزهني في الجملة ده زاني بعزي قولي يا إخوائي ولك أشرني عيني بزاني وفعله وفاعله ولا يأتي هذا في القرآن ولا نقص القرآن إني أو القرآن دخيني شرني معنى بزاني لو للتعبد بلفظه شون شي لفظ عبارتك قرآن خندن خيره بخوي فأثيب قارئه وإن لم يعرف معناه أقا معناه كذا نزاني خيرة هذا قاتي هذا قاتي يا قرآن بخلاف الذكر برا ذكر إخوائي ونيا لابد أن يعرفه دي برش بزاني ولو بوزه حقي توكتش بقيدناك أوزوا ديار قصي أسنوية انتهى دري لعله زائد من النساخ انتهى أو مؤخر من تقديم لأن عبارة الشيخ انتهت عند قولي لا غيره لا غيره وزبر شخصي أسنوية بي أوش عند الشعر تدا إعانك روى السنة للإمام أن يلتفت بعد الصلاة لدعاء ثبت زيخو هر بقصدوه ويعسل المحراب محراب عن يساره ويجعل المحراب عن يساره محراب يختص صوفي إلا تجاه البيت في أستاره إلا لأستار كعبين بليوندر فيناي وبكي أو فردي بيتي وخلاص رول بيتي بكا أستار بيتي ستر فردي بيتي ففي دعائه له يستقبله وعنه للمأموم لا ينتقله ليوندر المأموم بانتقال نكا وإن يكون في مسجد المدينة أدي أقول لمسجد المدينة يبين لمسجد المدينة يقول أو هابكي عيني أمال أنسلكي أو ها راي تنشد بدأ مأمومان شفت بدأ محرابه فليجعل محرابه يمينا أو ها أو ها بالعكس بالعكس ليكون في الدعاء مستقبلا. لو يبي يروي لك بيغنبري بكاس صلى الله عليه وسلم خير الشفيع ونبي أرسل ورقد بيغنبري صلى الله عليه وسلم دكوت أو ترفي أقول وشي ما أو هاوكا مشتي دكوت الله بيغنبري صلى الله عليه وسلم عرب لولا دكتر ولا أوزا مرقد يخوش نستي برواجي بك أو ها روي خول بيغنبري بكاس صلى الله عليه وسلم ويندب أن ينتقل لفرض أو نفل من موضع صلاته وشين ويجد كتبة ما بين ويجد شتكب كي زيخو بغوزو باشا زيخو بغوزو لو زين ويجد كتفرز بي سسنة بي ليشهد له الموضع ويشهد له دعو زي لروج قيامته وزي شهد كان زور من باشترنيا حيث لم تعارضه فضيلة نحو صف أولا أجر صفة أول كذلك سندسو
اگر زی خود گوز باوا صفی اولد لخیز دا چو اوه زی خود ما گوزو فا این لم ینتقل ادی اگر پیدن دکرات زی خود گوزیوا فصل بکلام انسان و باشا قصه چی دگه کابره چی بکا بره کوی باشی یعن الان عالم دو قوم بقی دکن اوها حالا دوی نجا کت کنو دمو دزدیه چی دیو کیوا کچو کک فصلو کچی بخینه باشا و النفلو نو جنویش کورک دکوی کابره زی خوب گوستو لو رز رز پیشو ایره والا صفیه کمیه تو سنتی قبلیت کرد اگر زی خوب گوستو بچی دوائیه چی دیده تو زی تو صفیه اولد سو حالا زی خود گرتی مرو خاصة لمزگتی مدینه زی خوب گوستو هر روی تازه لقیست شو و النفل سنت لغیر المعتکفی اعتکافنا اعتکاف لمزگبت خیره في بيته نجي سند لما رخد أفضلو خير ترى لو إلا مزجب تبكي كنجي إن أمينا فوته أجد ترساي لفوتاني أجد شو بقى ما رد زاره ندك كان مشغول دبوي هنجي لمزجب تبكي بل معلوم بوي لما رج بهدد كل لمزجب تج بهدد كل لما رخ خير ترى لمزجب تي أو تهاونا به يان تساهل وسستي تبكي أجد شو بقى ما رد سستي بده كل لمزجب تبا بعد معلوم يدد كل لمزجب تبكي إلا في نافلة المبكر للجمعة إلا أجر أو كسي أيم أو روج الجمعة زودة مزقفته حديثي لسارة دارت سندي زوبي ساعتك زو تربية عند خيري هيو ساعتك عند خيري هيو أو روج الجمعة وشدتي سنة على مزقفته بكي أو خير ترى لماري سنة أنا أنا حس سنة لو قرر وشي زوزو لتشتان رابط يا مزقفته لما حديثة كده فرمي أبي زوبتي هو خيري أشتري شدي هي أيو أبي دي أشتري خيري مرة شيء هي أبي دي خيري مريش كشدي هو خيري هير كشي هي أو زحموي هر يك خير تايم بتمان دي خوي هي سن دي زوتر بتي مزقفت روج الجمعة خير زيادة له أو زأو مري والله لا ماري خير ترى أو ما سنة فيه الجماعة يعني عندنا نوجه الجماعة تدا سنتها وكو صلاة التراويح وكو نوجه جيجني ونوجه بارانه نوجه مان جيرانه رو جيرانه او انا لما ربكي باشنية لمزقبتي بكدا قاع عالمي او ورد في المسجد يعني وارد ببي فيغنبري خواهي لمزقبتي كده كاللوحة وچو تششتا نوجه او انا لمزقبتي خيرتنن وان يكون انتقال المأموم بعد انتقال امامه أي ويندب أن يكون انتقال المأموم بعد انتقال إمامه أي فيمكث في مصلاه حتى يقوم الإمام منه أو ها أقول دكتور هل ناس تنزي خود قوسنا أترى وسنتا إمام زي خود قوسنا أو زي خود قوسنا ولا عمشنا شيء تساو لبي بكو إمام يجدب زي خود قوسنا هل نمان قدوا باش زي خود قوسنا لون يجيش يمان في رجالي سن الاعتكافي نهو علمه علمه أو كان يمكث بعد الصلاة لتعلم من لو ذهب إلى بيته لفاته علمه البقعة قد الله ونفي يوم الجمعة في الفوات بالتأخر وقادم ومنشئ للسفر والاستقالة وللقبلية لمغرب ولا قد بعدها صلاة نفل في البيوت أفضل بل سنة لماري خيرتر إلا التي جماعة تعصل إلا أيبا جماعة بيوشنو جيشنو أوانا إلا التي جماعة تعصل وسنة لحرامي أوش لمزقفتي خيرتر والتوافي توافه هل مزقفتي معلومة ونفل جالس للاعتكاف هو اعتكاف ذكرى أوش لمزقفتي خيرتر ونحو علمه لإحياء البقعة يان ده تويش ده تويش لدون نوجه درس دخوين دراو اوانا درس دخوين دراو اگر اتو تشو بايا سنة تكلم عارك لو درس قد دسو دي ساني لمزقب تبكاو وبي علمي استفادة لبكيو زي كي زندي بكريتوا كذا اللوحة يا تشيش تنويش اوش لمزقب تي ونفلي يوم الجمعة سنتي قبلي روج الجمعة اوش لمزقب تبكي وخائف الفوات بالتأخر يعني قال مزقف تنكد بعد تساي بسي وقادم ومنشئ لسفري أو إذا سوى سفري يعني لا سفري ده هاتوا أو إجل مزقف تنجبك واباشا أبينا وخطش لدا والاستخارة صلاة الاستخارة إجل مزقف وللقبلية لمغرب
قبل أي مغربي ولا كذا البعدية برم بعدية بتسينا مغرب كي خيرتنا أبعد ما كاتسو لعلمه لعلمه حازي لسر النسياء أو كان يمكث بعد الصلاة لتعلم أو تعليم دادا نشفاش نجيل ودرسي ولو ذهب إلى بيته لفات ذلك أقول سبا وماري لو سنة تدعتو درسي كي دسو سلام لإحياء بقعة لقرت والله إحياء بقعة بقعة يعني زيقة هم زيقة دين بقعة إحياء شو هي هرس عبادة اللي زي تشوف كي دين إحياء زم ذكرناه صلى الله على سيدنا محمد.